السنترالات الباناسونيك الـ IP PBX في حالة normal operation دايما LED operation بيبقى مدي green light. لما بيحصل اي مشكلة على الكروت اللي موجودة على السنترال سواء اخلع كارت او اركب كارت ما كانش موجود قبل كده بيبتدي يديني indication ان في حاجة abnormal حصلت على السنترال. للتنبيه كارت CPU لا يمكن باي شكل من الاشكال ان احنا نشيله او نركبه من السنترال لما يكون الباور اون، والا الكارت هيعطل فورا ومش هيشتغل تاني. لكن انا لو خلعت اي كارت من كروت السنترال مثلا بالشكل ده السنترال ادى الارم. الالارم هشوفه في الايرور لوج عن طريق BBX Unified Maintenance Console Software وهتعامل معاه سواء ان انا الغيه او الغي تعريف الكارت او اعمل اي حل من الحلول الممكنة اللي تخليني اتعامل بيها مع الالارم ده. بلس ان هو في نوعين من الالارم، ميجور الارم وماينور الارم، ولو انا فصلت الباور على السنترال ورجعتها تاني برضو بيتسجل الارم، لكن طبعا الليد مش ما بيفضلش ثابت بسبب ان انا فصلت الباور ورجعته. انما المهم ان انا لما شلت الكارت ده ادى الارم، لكن لما هرجعه تاني اوتوماتيك الالارم هينتهي والكارت هيرجع يشتغل تاني في وقت بسيط جدا. طيب انا لو حبيت اركب كارت مثلا زي ده بالشكل ده هيفضل منور، هو الكارت اللي هيفضل منور الارم، يعني هو مشتغلش اوت اوف سيرفيس، لان ده اوفر كاباسيتي، الكاباسيتي بتاعت السنترال فل وانا ضفت عليها كارت. هو لو من كروت السنترال اللي هو شايفهم واللي بيتعامل معاهم زي ما حصل قبل كده هينور الارم مباشره للسنترال، لكن الكارت ده لسه ما اتشافش اصلا ولا دخل ولا هو دخله في ساعه السنترال. انا ممكن اخش عن طريق البي سي بروجرامنج الغي تعريف كارت واضيف الكارت اللي هو بيعتبر دلوقتي زياده، لكن لو شلت كارت ثاني وركبته هيركب. شكرا.